ينضم إلينا من العاصمة الأستونية تالين وزير الدفاع الأستوني كالي لانيت. سيد وزير الدفاع، مرحبا بك على الجزيرة. أبدأ معك من هذه الأزمة المستجدة في كالينينغراد، كيف تنظرون إليها؟ أولا أود أن أذكر أن روسيا حاولت أن تهدد دول البلطيق وأيضا دول الناتو الأخرى، وهي تقوم بذلك طوال الوقت أصلا، وهم يحاولون أن يجعلونا خائفين، ولكننا لسنا خائفين، لأن هذا أمر قامت به روسيا، وليتوانيا قامت بتطبيق حزمة العقوبات الأوروبية، وهذا يعني أن ليتوانيا تصرفت حسب القانون بالضبط وحسب ما تم الاتفاق عليه في الاتحاد الأوروبي. وروسيا إذا ما أرادت أن تتخذ خطوات ضد ليتوانيا فهذا يعني بأنها تهاجم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الناتو أيضا، فهذا سوء فهم بين بلدين، بين ليتوانيا وكالينينغراد. وإذا ما روسيا أرادت الهجوم على ليتوانيا فهذا يعني أنها تهجم على الاتحاد الأوروبي والناتو، فهذا موقف واضح في الاتحاد الأوروبي وفي الناتو أيضا. وبالطبع روسيا أيضا تحاول أن تتخذ إجراءات دعائية وبروباغاندا، وأيضا تتواصل من أجل التعبير عن هذه المسألة مع أطراف مختلفة لنشر الدعاية والبروباغاندا، ولكننا نقاوم هذه الدعاية والبروباغاندا. هو خلاف بين دولتين صحيح سيد الوزير، ولكن روسيا بطبيعة الحال تربطه بخلافها الآن مع الاتحاد الأوروبي نتيجة ما يحصل في أوكرانيا. هل تتخوفون من إجراءات روسية تجاه دول البلطيق جراء ما يحدث في كالينينغراد، خاصة بأن روسيا هددت بأنها ستتخذ إجراءات سمتها إجراءات لازمة في حال عدم التراجع عن هذا القرار؟ إذا ما أرادت روسيا أن ترتكب خطأ ضد دول البلطيق فهذا يعني أنها تتخذ خطوات خاطئة ضد الناتو والاتحاد الأوروبي، فإستونيا ولاتفيا وليتوانيا هم أعضاء في الناتو، إذن فكما قلت هم يريدون أن يخوفوننا، ولكننا لسنا خائفين، بل إننا جاهزون لهذا النوع من التحركات، وقد حصلنا على استقلالنا وما زلنا نحصل على هذه التهديدات من روسيا، وقد قمنا بالتحضير على مدى 30 عاما مضت من أجل مواجهة هذا الموقف السيء من روسيا وهذه الإجراءات التي قد تتخذها روسيا. بالحديث عن المخاوف والتهديدات سيد الوزير، طلبتم بزيادة أعداد القوات المنتشرة للناتو على أراضيكم، ولتكون أيضا المعدات أكثر تطورا ونوعية، هل وصلكم جواب من الناتو؟ بالطبع سوف نناقش كل هذه المسائل في مدريد الأسبوع القادم، كما أننا ناقشناها الأسبوع الماضي أيضا في الاجتماع في بروكسل الذي ضم الوزراء. إذن فموقفنا كان واضحا، علينا أن نقوي إجراءات الردع والدفاع في الجناح الشرقي للناتو، هذا يعني
بأنه سوف يكون لدينا المزيد من القوات في استونيا ولاتفيا وليتوانيا والمزيد من الأسلحة والمقدرات العسكرية على الجناح الشرقي من الناتو. ونحن نعلم أيضا وعلى الأرجح أنتم تعلمون بأن المملكة المتحدة ضاعفت ضعفين عدد قواتها في استونيا، وفرنسا أيضا ضاعفت عدد قواتها في استونيا، وكل حلفائنا في الناتو قبلوا بأن هناك حاجة لتقوية الجناح الشرقي للناتو، وأنا أشعر بالتفاؤل الشديد بأنه في القمة للناتو في مدريد بأننا سوف نتوافق على كل هذه القضايا. هل هذا يعني بالضرورة سيد الوزير بأنكم لازلتم متخوفين من عمل روسي في ما تسميها بمناطق الجناح الشرقي للناتو، خاصة أن روسيا يعني تراجعت في عملياتها العسكرية وأصبحت تتركز فقط في المناطق الشرقية لأوكرانيا؟ يعني هل لازال الخطر الروسي لعمليات أوسع وأبعد جغرافيا من أوكرانيا لازالت قائمة لديكم؟ علي القول بأننا لسنا خائفين، وعلينا أن نكون جاهزين، وكل نشاطات الردع هي ترمي إلى ردع روسيا من القيام بإجراءات عدائية ضد استونيا، فأفضل ردع هو الاستعداد ضد أي هجوم. وبالنسبة للتاريخ فقد أظهر لنا أن بوتين عندما بدأ رئاسته قال إنه يود أن يزيد نفوذ الإمبراطورية الروسية، ولقد هاجم في عام 2008 جورجيا وبدأ الحرب عام 2014 في شبه جزيرة القرم، وأيضا قام بعمل أيضا في 2014 ضد أوكرانيا وهذا العام أيضا. هذا يعني بأن الوضع الأمني كله يختلف الآن، وهذا يعني بأنه لا يخفي خططه المتعلقة بتوسيع توجهات الإمبراطورية نحو دول البلطيق، وعلينا أن نكون جاهزين، ولقد قمنا بالتجهيز أصلا لهذا على مدى 30 عاما، فقد زدنا قدراتنا وزدنا الميزانية المخصصة للدفاع، وهذا يعني بأن لدينا الآن 2.5% من الإجمالي الناتج المحلي من أجل أغراض الدفاع أيضا. وهذا يعني بأننا لسنا خائفين ولكننا جاهزون إذا ما أرادت روسيا أن تهاجمنا، نحن نقف ضد روسيا مع حلفائنا. في المقابل سيد الوزير، روسيا تقول بأن هذه هي إحدى أكبر مخاوفها الأمنية، وهو توسع الناتو شرقا وزيادة أعداد قواته وأسلحته النوعية. بالتالي كيف ترون هذه المخاوف الروسية أخذين بعين الاعتبار مطلبكم بزيادة قوات الناتو وأيضا تقديم فنلندا والسويد طلب الانضمام إلى حلف الناتو؟ علي أن أعلن أولا أن الناتو هو منظمة وحلف دفاعي ولم يهاجم أبدا أي دولة أو أي بلد مستقل. روسيا قامت بهذا. ثانيا، لماذا فنلندا والسويد قامتا باتخاذ قرار بالانضمام إلى الناتو أو أن يقدما الطلب للانضمام؟ هذا لأنهما لا يثقان بما
تقوله روسيا وما قالته. هذان البلدان كانا محايدين لمدة طويلة من الزمن، والآن هما يفهمان بأن كل الوعود التي قدمها الرئيس بوتين لا تعني شيئا على الإطلاق. نحن نتذكر كل هذا وما كانت عليه الإجراءات في أوكرانيا. كانت هناك نداءات من ماكرون وشولتز وبايدن ومن كثير من القادة في العالم لروسيا قبل 24 فبراير بأن لا تقوم روسيا بالهجوم على أوكرانيا. ولكن ماذا حدث في 24 فبراير شباط؟ بدأ الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية، وهذا يعني بأن فنلندا والسويد لا يمكن لهما أن يثقا بالوعود الروسية. طيب، في هذه النقطة سيد الوزير، إذا سمحت لي سؤال أخير وأرجو منك الإجابة باقتضاب، دون انضمام السويد وفنلندا حتى الآن للناتو طبعا مخاوف وهواجس تركية، كيف ترون هذه المخاوف التركية، وهل من الممكن إطلاق وعود لتركيا لتذليل هذه العقبة باقتضاب لو سمحت؟ يمكنني الحديث باختصار، أقول إن الوزير الفنلندي والوزير السويدي تحدثا عن تبديد مخاوف تركيا، والوزير التركي كان راضيا على ذلك. وبالنسبة لتركيا، متى ستقول إنها ستوافق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو؟ هذا يعتبر أمرا آخر وقصة أخرى. شكرا لك وزير الدفاع الأستوني كالي لانيت في تالين. شكرا لك.